المزيد ينضم إلينا من بيروت الصحفي والمحلل السياسي ومدير مركز الارتكاز الإعلامي السيد سالم زهران. أهلا وسهلا بك سيد سالم زهران. أعود بك إلى عملية اغتيال فؤاد شكر والذي تبنته إسرائيل، وعملية اغتيال هنية والذي لم تتبناه لحد الآن إسرائيل. هو خرق أمني كبير في طال حزب الله سيد زهران أن تقتل بهذا الشكل وبهذه الطريقة المباشرة إسرائيل قادة في الحزب. مساء الخير سيدي الكريم. نعم صحيح، وأنا لا أستطيع أن أخفف من قيمة العسكرية لهذه العملية، لكن أذكر حضرتك أن الحرب سجال. أذكر حضرتك أن حزب الله اعتاد على تقديم القادة الشهداء. السيد عباس الموسوي كان أمينا عام لحزب الله قبل سماحة السيد حسن نصر الله، وتم اغتياله من قبل إسرائيل. عماد مغنية، مصطفى بدر الدين، واللائحة تطول للقادة الكوادر في حزب الله. وقاد تنظيمات أخرى من بينهم العروري من حماس في لبنان. كنت سأصل إلى هذه النقطة لأقول، وليست المرة الأولى منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر تصل اليد الإسرائيلية إلى قلب الضاحية الجنوبية. سبق ووصلت إلى الشيخ صالح العروري وهو نائب الشهيد إسماعيل هنية. في رأيك، عفواً على مقاطعتك سيد زهران، فقط كي نفهم ما الذي يحدث، كيف يمكن لإسرائيل أن تصل بهذه، إذا يمكن أن نستخدم التعبير، بهذه السهولة إلى أسماء بارزة وقادة حتى في لبنان لا أحد بالكاد يعرف أسماءهم وتحديد أماكنهم؟ لست خبيراً عسكرياً، وأنا صحفي سياسي أعمل في الشأن الإعلامي. يحتاج ربما الإجابة على هذا السؤال ربما إلى ضابط متقاعد لديه أكثر إلمام بالتقنيات، لكن يبدو واضحا في طوفان الأقصى أن الذكاء الاصطناعي قد دخل إلى الصناعات الحربية والعسكرية. وليس صحيحا القول بهذه السهولة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت جائزة ب$5 مليون أمريكي منذ سنوات طويلة، وهي تلاحق الشهيد القائد الحاج محسن. وبالتالي ليس صحيح أن ما حصل كان بغاية السهولة، وإلا لفعلتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرات السنوات. الحاج محسن كما يسمى باسمه العسكري هو رجل عاش في الظل، قاتل في الظل، شارك في كل المعارك في مواجهة إسرائيل منذ 82 في منطقة خلدة، وعليه لا الأمر لم يكن سهلا، الأمر أخذ عقود طويلة من الملاحقة، ولكن في النهاية هذه هي الحروب. ونعم يبدو أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحربية الحديثة المتطورة دخلت إلى ساحة طوفان الأقصى، وأعتقد هذا مجرد تحليل لرأي شخصي أن حزب الله طبعا أيضا سيضع في الأيام المقبلة أسلحة جديدة ونوعية أسلحة طيب جديدة. طيب بحديثك عن نوعية الأسلحة الجديدة، كيف سيرد حزب الله على هذه العملية النوعية التي تحسب لصالح إسرائيل في هذه الحرب؟ أولا بشكرك صديقي وزميلي على السؤال. لم تسألني هل سيرد حزب الله، بل جزمت ولديك كل الحق ومعك الحق بأن تقول كيف سيرد حزب الله. غدا الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت سيلقي سماحة السيد حسن نصر الله خطابا، التقديرات في بيروت تقول أنه سيكون خطابا مفصليا، ليس من حيث رسم قواعد الاشتباك الجديدة مع العدو الإسرائيلي، بل ما بعد الخطاب من تنفيذ لهذه العملية العسكرية، سواء ما بعد الخطاب بساعات أو أكثر لا أعلم، لا أحد يعلم، لكن وفق التحليلات وأعيد وأكرر التحليلات، لأن القرار وحده عند السيد حسن نصر الله، حتى مسؤولين كبار في حزب الله الآن إذا سألتهم يقولون الجواب غدا عند حزب الله. نعم حزب الله سيرسم عبر أمينه العام السيد حسن نصر الله قواعد اشتباك جديدة، ويبدو أن صواريخ جديدة، ربما مسيرات جديدة، أهداف جديدة، خارطة أهداف جديدة ستدخل.
نعم حزب الله يريد أن ينفذ عملا نوعيا ليعيد إسرائيل إلى قواعد الاشتباك المعمول بها. أشكرك. ومن بعدها إما نعود إلى قواعد الاشتباك السابقة أو نذهب إلى أيام قتالية. أشكرك الصحفي والمحلل السياسي ومدير مركز الارتكاز الإعلامي في بيروت سيد سالم زهران، شكرا جزيلا لك.